السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ في الفيديو ده هنعمل اخر جزء لل edit product، وهي ان احنا نسبمت اللي احنا عملناه او ال edits اللي احنا عملناها على Firebase. تعالوا بينا نشوف دلوقتي. احنا عندنا ال edit mode اللي احنا ظبطناه حتى الان، وادي اهو شكله ال edit، اهو بيظهر لنا كل حاجة. نقدر ن edit الصورة، نقدر ن edit كل حاجة، تمام. طيب دلوقتي عشان نعمل ايديت للكلام ده محتاجين ايه؟ هنفكر مع بعض بمنتهى البساطة، وبعدين هنطبق نفس الكلام اللي عملناه ده. في البداية احنا عشان نقاد دوكيمنت جديدة كنا بنعمل ايه؟ نخش على الميثودز بتاعتنا بتاعت الفاير بيز بتاع فاير ستور، هنلاقي ان احنا كنا بنقول اد تو كولكشن، بنقول الكولكشن نيم والبيلود اللي احنا عايزين نحطه. فاقول يا كولكشن عايزين نحط في الكولكشن دوت البيلود الفلاني. طب لو احنا عايزين نأديت كولكشن معين هنعمل ايه؟ كل بمنتهى البساطة، او نأديت دوكيمنت معينة، هنقول الكولكشن الفلاني، هنقول الكولكشن نيم، عايزين نجيب الدوكيمنت الفلاني، هنحط الدوكيمنت اي دي، ونقول له خد الداتا الجديدة بتاعتك اهي، صح كده؟ موضوع بسيط جدا. طيب نفس الكلام بالظبط هو اللي هنعمله في بنفس زي ما احنا قلنا كده بالظبط. طيب الابديت في الدوكيمنت فيها نوعين، فيها ان انت عايز تابديت فيلز معينه، وفي ان احنا عايزين نابديت الدوكيمنت ككل. الدوكيمنت ككل بيحصل عن طريق ايه؟ تعالى بينا الاول نكتب الميثود اللي هنعمل بيها الكلام ده. واحنا اتعودنا ان احنا نعمل كل الميثودز اليوزابل في فايل زي ده، بعدها هنستخدم نفس الميثود ديت في كل مكان. طيب هنسمي الميثود دي اسمها ابديت update document، هنسميها update document document. و update document هنحتاج فيها ايه؟ هنحتاج فيها collection name و document id او document reference زي ما احنا كنا عاملين في الديتين، document reference، بعدين payload بتاعنا. طيب دلوقتي عايزين نupdate document معانا، هنعملها ازاي؟ اول حاجة بنقول الكوليكشن بتاعنا اسمه ايه. طيب بعدين عايز اقول ايه الدوكيمنت اللي انا عايز اعمل له ابديت، فاقول دوت دوك والدوكيمنت ريفرنس، دوكيمنت ريفرنس زي ما كنا كاتبين هنا. طيب انا عايز اعمل في الدوكيمنت ريفرنس هنا، في الديليت كنا نقول الدوكيمنت ريفرنس بعدين هديت الحته دي. طيب انا عايز الدوكيمنت ريفرنس اعمل في ايه؟ في ايه هنا هعمل دوت ابديت، انا عايز ابديت، هتابديت ايه؟ ايه اللي انت هتبعته له؟ البي لود اللي معايا ده بس، خلاص هو ده كل اللي احنا نعمله. الدوكيمنت قول الكوليكشن نيم، بعدين الدوكيمنت ريفرنس، بعدين ابديت، هتابديته بالبيلود ده بس، خلاص مش عايزين اي حاجه تانية غير كده. بعد هندوس سيف، وهناخد الابديت دوكيمنت ديت، هنستعملها بقى ايه في الاكشن بتاعنا، تمام. هنخش في الاكشنز بتاعت البرودكت، وهنقول نفس اللي احنا كنا بنعمله في السبميت بس هنعمله في البرودكت فورم. بس في اختلاف هنا بقى، الاختلاف هو ان احنا مش دايما هنحتاج نابلود الصورة، صح كده؟ طيب امتى نحتاج نابلود الصورة؟ هنحتاج نابلود الصورة لو اتغيرت. طب هنعرف منين الصورة اتغيرت؟ هنرجع تاني للفورم ونشوف هنعرف منين الصورة اتغيرت. لو الصورة اتغيرت هيكون ايمج فايل مش بنل، صح ولا ايه؟ لان باي ديفولت اللي في الايديت مود الايمج فايل بنال، والايمج يو ار ال هي اللي بتكون فيها البريفيو يو ار ال، مظبوط كده؟ طيب معنى كده ان انا لو اخترت صوره الايمج فايل مش هتكون بنال، هيكون فيها الفايل اوبجكت. يبقى انا هنا في الابديت ابديت برودكت فورم ده هقول في ايه؟ لو الايمج فايل ده موجود، هنقول هنا الأول، هنقول هنعمل constant، هنقول upload image. الأبلود image ديت هتقول هيكون فيها لو الايمج فايل موجود هتعمل الكلام ده، هتكون شايلة الكلام ده. لو لأ else هتبقى promise dot resolve بس، خلاص كده. طب ايه الفكرة هنا؟ عشان امشي الموضوع بنفس الطريقة اللي انا
كنت عامل بيها الـ 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 الكود بتاعنا. يعني يعني هنا هيحصل ايه؟ هنا يا اما هيرجع البرومس بتاعه الابلود ستورج انه عمل ابلود خلاص، يا اما هيرجع البرومس بتاعه الريزولف العاديه اللي هي ما بتعملش اي حاجه اصلا. ممكن اقول هنا نل، هيريزولف بنل. يعني هنا في الزين ده يحصل ايه؟ يا اما هيشيل الايمج يور ال عشان هو عمل ابلود خلاص، او هيشيل نل اللي انا باعتها هنا. فهنا انا اقدر اعمل ايه؟ هقدر اقول لو اول حاجه باي ديفولت انا هحط البرودكت هنا، او ممكن من غير ما احط البرودكت هنا نعمل ايه؟ ماشي، هنسيب برودكت هنا في ال في البرودكت اوبجكت. هقول لو الايمج يور ال دي موجوده اند او مش اند، هنقول اف لو انا الايمج يور ال ده مش بنول، هقول الايمج اوبجكت هتقول هنحط لها كي اسمه image url بيساوي image url. طب ايه اللي احنا كتبناه تاني؟ نقول بشكل واحده واحده كده في السبميت الاد فورم، ممكن نسميها اد فورم بس خلينا هي نخليها بنفس تسميتها دلوقتي. كنا بنقول احنا دايما بيجي لنا image file بنبعته يتابلود، وبعد ما يتابلود بيرجع لنا هنا ايه؟ الايمج يور ال، مظبوط كده؟ طيب في الحاله اللي عندنا التانية بقى في الابديت برودكت فورم، او هنقول سبميت سبميت الايديت برودكت فورم، تمام؟ سبميت الايديت برودكت فورم، كل اللي هنعمله ايه؟ هنقول ان عندنا ابلود ايمج. الابلود ايمج دي اما هتكون فيها الابلود الحقيقيه ان انا بابلود ايمج، او هيترزولف نال لان ما عندناش في ايمج فايل. يعني لو عندنا ايمج فايل هي ابلود الايمج فعلا، لو لا هيرزولف النل، تمام؟ بعدين همشي الكود زي ما هو بالظبط، تمام؟ وهنا الايمج يور ال هتكون يا اما عندنا ايمج يور ال حقيقيه فعلا لو هو عمل ابلود، او هيكون معانا النل اللي احنا عملناه هنا. فبالتالي بقى عندنا البرودكت اوبجكت فيها برودكت بتاعنا، وفي حاله ان احنا معانا الايمج يور ال هنحط له كمان الايمج يور ال، تمام؟ لغايه اللحظه دي الدنيا زي الفل. طيب احنا دلوقتي عايزين هنا بقى هنقول الابديت دوكيمنت اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي، او الابديت دوكيمنت هناخدها كوبي ونروح هنا هنقول ابديت دوكيمنت، وهننده لها من الميثودز هنا بابديت دوكيمنت. ابديت دوكيمنت دي بتاخد ايه بقى؟ بتاخد البرودكت دي اللي هي الاسم الكوليكشن، وهتاخد الدوكيمنت ريفرنس. احنا ما بعتناش الدوكيمنت ريفرنس هنا، فمحتاجين في الفورم هنا نبعت الدوكيمنت ريفرنس، بس هنعتبر ان هي موجوده اهو دوكيومنت ريفرنس، او ممكن نقول الاي دي، تمام؟ الاي دي، وهنبعت الاي دي ده هنا. وهنا برودكت اوبجكت ده البيلود بتاعنا، مش احنا قلنا هنا يعني ناخد الكوليكشن نيم والدوكيمنت ريفرنس والبيلود، هو ده بالظبط اللي هيجي هنا. هو البرودكت اهو، البرودكت اسم الكوليكشن برودكتس، والاي دي بتاع الدوكيمنت، و البرودكت اوبجكت. فاضل ايه بقى؟ فاضل حاجه اخيره، ان احنا الميوتيشن دي بدل ما كان بيبقى اسمه ابديت برودكت، ممكن نقول هنا نقول ايه؟ هنا كنا في الاد كنا بنعمل ايه؟ كنا بنكون كات او بناد الاوبجكت البرودكت اوبجكت بتاعنا على البرودكتس اللي اوريدي موجوده، بعدين نبعتها بقى ابديت يا ابديت البرودكتس بتاعتنا. بس هنا هنعمل ايه؟ هنقول هتفلتر هتماب سوري هنعمل ماب، ونقول ناخد الكلام ده الاول كده ماب، هنقول برودكت دوت هنكون معانا برودكت في الماب. هنقول لو برودكت هنعمل كيرلي بريسز، لو برودكت دوت اي دي ايكوال ايكوال الاي دي اللي جاي لنا، يعني لو برودكت اللي انا فيه هو برودكت اللي انا بعدل فيه، هتريتيرن اهو اف الكلام ده، هنريتيرن
برودكت اوبجكت دوت، او هنعمل اوبجكت دوت اساين الاوبجكت هنا برودكت، البرودكت اللي هو القديم والبرودكت اوبجكت الجديد. طب السطر ده بيعمل ايه؟ السطر ده بيميرج البرودكت القديم مع البرودكت الجديد، فبالتالي اي ابديتس موجوده في البرودكت الجديد هت اوفررايد البرودكت القديم. طب ليه احنا بنعمل كده؟ ليه مش بنرجع البرودكت الجديد وخلاص؟ لان البرودكت الجديد احتمال ما يكونش في الايمج يو ار ال، صح؟ فلو عملنا كده في احتمال ان ما يرجعش الايمج يو ار ال معانا. لو الكونديشن ده ما حصلش هن ريتيرن البرودكت القديم وخلاص. تمام، نعمل سيف، المفروض الكلام ده يشتغل. تمام، اخر حاجه بقى محتاجين نعملها عشان خاطر الكلام ده كله، كل التوليفه بقى، كل الكود اللي احنا كتبناه يشتغل ده مظبوط، ان احنا ننده اصلا الاكشن ده، صح؟ طيب هنا هنقول ايه؟ في عندنا هنا الاكشن اللي بالديسباتش ده، هنا هنعمل ميثود، هنعمل ميثود هنسميها اد برودكت، وهنعمل ميثود تانية اسمها ايديت برودكت. جميل، الاد برودكت هتعمل الجزئية دي، تمام، هتريتيرن الجزئية دي، تمام. طب والايديت برودكت هتريتيرن جزئية تانية. الاد برودكت ديت بتعمل نفس اللي احنا بتكول الاكشن بتاع الاد برودكت اللي احنا عايزينه، والايديت برودكت دي بقى هتكول الاكشن بتاع الايديت اللي هو اسمه سبميت ايديت برودكت فورم. هنقول سبميت ايديت برودكت فورم، بعدين هنا هنقول ايه؟ هنقول ايه بعدين هنا؟ هنقول نفس الكلام ده، بس هنضيف عليه حاجة أخيرة اللي هو الاي دي هيساوي this dot product dot id. كده انا قلت هبعت مع الاي دي وبرودكت اي دي بتاع البرودكت اللي جاي لي. لا ثواني، احنا حطيناه في مكان غلط، المفروض ده يكون في الايديت، احنا عكسناهم. طب خلاص هنسيبهم زي ما هما كده، وهناخد الاسم ده هنحطه هنا، وناخد الاسم ده هنحطه هنا، احنا كنا عكسناهم فخلاص عكسنا الاسم. الايديت برودكت بيكول السبميت ايديت برودكت وبنبعت معاه الاي دي، والاد برودكت بيكول السبميت برودكت فورم وبنبعت معاه الحاجات العاديه. طيب هنقول هنا كونست كول ميثود، تمام. هنا الكونستنت ده هيشيل الميثود المفروض ان احنا نعمل لها كول، مظبوط كده. هنقول ايكوال لو this dot is edit mode، لو احنا في الايديت مود هيرجع اسم الميثود بتاعت الايديت، لو لا لو else هيرجع اسم الميثود بتاعت الاد، صح كده. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنقول هنا this، وهنقول جواها الكونستانت بتاع الميثود المفروض تتكول. طيب ايه اللي احنا كتبناه هنا ده؟ احنا قلنا هنا الميثود اللي احنا ننده لها اما هتكون الايديت او الاد، لو احنا في ايديت مود هتكون الايديت، لو لا هيكون الاد. طب الميثود دي المفروض لو هنكتب الميثود بشكل طبيعي هنقول ايه؟ this dot add product، صح، او this dot edit product، مظبوط. طيب احنا بقى بخليناها بقت variable، بقت متغير. المتغير ده بيقول ايه؟ ال this، والمتغير بتاعنا اللي هو كل ميثود اما الايديت برودكت او الاد برودكت، بعدين بقى بيعمل then ويعمل كول اللي احنا كنا بنعمله طبيعي جدا. تيجي نشوف الكلام ده اشتغل ولا لا، نعمل سيف ونروح على الصفحه بتاعتنا ونعمل ريفرش. تعالوا بينا نجرب، هنعمل ايديت للبرودكت دوت، هنقول بدل برودكت 5 هتبقى 55، نعمل سبميت، حصل ايرور. تعالوا بينا نشوف ان في اون
اتقال ان call method this call method then is not a function. يعني هو شايف ان then دي مش function. تعالوا بينا نشوف ليه هو شايفها مش function. عشان احنا المفروض نقول الفانكشن دي احنا كده عملنا ايه، احنا كده اكننا يعني اللي احنا كتبناه اكننا عملنا ايه، اكننا عملنا this dot add product dot then على طول. فطبيعي انه يقول ان هو مش فانكشن، لان then لان احنا بالطريقه اللي احنا كاتبينها دي احنا ما عملناش كل فانكشن، احنا كتبناها واكننا بنأكسس then دي على طول، والthen دي مش موجوده جوه فانكشن، فانا المفروض نعمل نقول الميثود ديت. فتعالوا بينا نصلح الحتة دي. هنعمل كول الفانكشن بتاعتنا، هادي نرجع تاني نعمل ريفرش، نجرب نإيديت مرة كمان. 55 نعمل سبميت، عملنا سبميت وفعلا عمل ابديت للبرودكت 55، بس الكلام ده لوكال. تعال نعمل ريفرش نتأكد ان هو جاي من فاير بيز من 55، فعلا جاي من فاير بيز ب 55 مظبوط. طب تعالوا نجرب نإيديت الصورة، هنقول هنا هنقيد برايس هنخليه 800، ونقيد الصورة هنخليها اي صورة، وندوس سبميت. في ايرور حصل، فايربيز ايرور فانكشن دوكيمنت ريفرنس ابديت كول ويز انفاليد داتا انفاليد فيلد باث. تعالوا بينا نجرب نشوف المشكلة، نشوف المشكلة اللي حصلت. هنعمل كونسول لوج. طب بلاش في الحتة دي، خلينا نقول في الابديت قبل ما يعمل ابديت هنقول console.log للبيلود بتاعنا، وندوس سيف ونروح هنا ونجرب مرة كمان. هنقول edit الصورة ونختار الصورة اللي احنا عايزينها بعدين. تمام، ايه اللي حصل هنا؟ هنا كانت المشكلة، المشكلة هنا ان احنا غلطنا وخلينا اسم البروبرتي هي اليور ال نفسه، لان احنا هنا تعالوا نرجع بينا هنا المفروض نقول هنا يا اما نقولها سترينج كده عشان يسميها بنفس الاسم دوت، او نقول دوت image url. فاحنا هنسيبها سترينج كده عشان يعني اكيد انتوا فهمتوا نقصد ايه. هنا الكي زي ما انتوا شايفين اهو، الكي بقى اليو ار ال نفسه، فده طبعا غلط. فهنعمل سيف، ودي كانت المشكله. نعمل سيف ونجرب مره تانية وان شاء الله تشتغل على طول. نعمل edit ونعمل هنا البرايس نخليه 800، ونعمل image نخليها صوره تانية، ونعمل سبميت. او عمل ابديت فعلا للصورة وعمل ابديت للبرايس. خلينا نعمل ريفرش ونتأكد ان هو جاي من الفاير بيس مظبوط، فعلا جاي من الفاير بيس، فعلا الصورة اتعمل لها ابديت والبرايس اتعمل له ابديت. هنعمل ايديت لحاجة تانية عشان نتأكد كل حاجة شغالة تمام. هن ابديت البرودكت خليها 3 7، والبرايس هنخليه 900، والصورة هنخليها اي صورة تانية. نعمل سبميت، فعلا عمل الابديت كله 3 7 برودكت و900، والصورة تعمل لها ابديت. خلينا لاخر مرة نجرب الاد عشان نتأكد برضو ان الاد شغالة تمام. برودكت 888، والبرايس 888، والصورة هنخليها بتاعت البوتن كومبوننت ديت، والسبميت. فعلا عمل اد. لو عملنا ريفرش نتأكد ان كل حاجة فعلا بتيجي من فاير بيز مظبوطة، هنلاقي فعلا كل حاجة جت من فاير بيز مظبوطة. ادي البرودكت اللي احنا لسه ضايفينه دلوقتي، ودول البرودكت اللي عمل لهم ايديت. يبقى كده الحمد لله احنا خلصنا لجزئية الايديت برودكت مظبوطة بالبريفيو بتاع الايمج. يبقى بنشيل الكونسول لوج اللي احنا كنا عاملينه دوت بس، وبكده خلصنا الايديت برودكت بالريفيو ايمج بتاعته. ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله نشتغل على الايديت كاتيجوري نفس اللي احنا عملناه بالظبط في البرودكت، بس في الكاتيجوري الموضوع هيكون ابسط لان الكاتيجوري الداتا بتاعته بسيطه. اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.